اهلا بيكم. احنا دلوقتي وصلنا للفيز الخامسة او اخر فيز من الفيزز بتاعة حياة المشروع، وهي الفيز بتاعة الكلوزينج. في الكلوزينج زي ما اسمها بيقول احنا بنقفل بقى المشروع. عشان نكون بنقفل المشروع يبقى لازم المفروض ان بنعتبر ان المشروع خلص او التنفيذ خلص، وتأكدنا انت مبدئيا ان تأكدت ان عملية الكواليتي كنترول كمان تمت كما يجب. يبقى في شوية حاجات هتتعمل، شوية حاجات دول: واحد مراجعة، تانيهم تسليم، وتالتهم هيبقى الدروس المستفادة. بص يا سيدي الفاضل، دلوقتي احنا لازم نراجع على الشغل اللي احنا عملناه، والعميل من حقه يراجع على الشغل اللي احنا عملناه. يبقى المراجعة ادي منها تو فيزز او تو ستيبس، محتاجين ستيب تالتة كمان على الاقل بين دي ودي. ايه المقصود بالستيب التالتة دي؟ انت كمدير مشروع جه الطاقم بتاعك قال لك اوكي احنا خلصنا، احنا تمام، مسؤوليتك ان انت تعمل تشيك. التشيك ده نقط معينة، ممكن النقط دي تكون في أدق التفاصيل وممكن تكون overall depending على حجم المشروع. المهم اللي لازم يبقى فيه first check منك انت and or التيم الرئيسي بتاعك كله فيما يخصه، ان كل حاجة اتعملت زي ما الكاستمر كان طالبها. والخطوة التانية ان انت تجيب حد يراجع على شغلك. الحد ده ممكن يكون من داخل المؤسسة بتاعتك، سواء ان انت بتشتغل في مؤسسة كبيرة بتاعت ادارة مشروعات، او يكون حد من ادارة تانية في الشركة بتاعتك، او يكون مكتب خارجي يشتغل لحسابك مش لحساب العميل، يشتغل لحسابك انت، يراجع على شغلك قبل ما تروح للعميل تقول له تعال استلم. ليه انا عامل ستريس قوي على النقطة دي، النقطة التانية؟ لان انت اولا مش محتاج اقولك ان صعب جدا ان اي واحد فينا يكتشف اخطاءه. انا لما اعمل غلط او اعمل حاجة غلط في حساباتي، اعمل حاجة غلط في شغلي، صعب جدا ان انا اللي اكتشفها. مين اللي اكتشفها؟ حد من بره. طيب ليه الحد ده ما يبقاش العميل او الاستشاري بتاع العميل؟ علشان ما تبقاش فضيحة. بص خلينا واقعيين، زي ما انا بحاول دايما اكلمكم في الكورس ده، اكلمك بواقعية غير الكلام الكتب او بغض النظر عن كلام الكتب. جل من لا يخطئ، يبقى انا وانت هنقع في الغلط او هنقع في التقصير، تقصير في العمل. يبقى مستحسن دايما ان لو في تقصيرات ممكن تأثر على سمعتك في السوق، ان انت تتداركها قبل ما الكاستمر يشوفها ولا لا. هنا احنا مش بنخبي على الحقيقة، احنا لو لقينا عيب في المشروع هنصلحه ونعمله كما يجب، زي ما القانون بيقول، زي ما الاتفاق اللي بينك وبين العميل، والاهم من ده كله زي ما يرضي ربنا. لكن بنحاول برضو نحافظ على سمعتنا. صحيح محدش ما بيغلطش، لكن واجب ان انت بتحاول تتأكد ان انت اللي يطلع ويبان عنك هو احسن صورة ليك، لان في الاخر دي البراند بتاعتك، دي سمعتك في السوق، فانت بتحاول تحافظ عليها. وبعد كده وانس اتأكدت ان at least two levels of revision تمه، بتروح تدي الكلام ده للعميل، وما زال العميل برضو ممكن يطلع لك حاجات ناقصة كان طالبها، and or ممكن قوي بعد ما يشوف الشغل تم يطلب تعديلات تاني، ما المشروع لسه ما تسلمش. ونرجع تاني لفكرة الجول تشينج والسكوب تشينج اللي كلمنا عليها قبل كده. المهم وانس بقى العميل قال لك تمام احنا كده اوكي، يبتدي عملية التسليم. التسليم طبعا بيعتمد على المشروع. في تسليمات لازم تتم بعقود ومحاضر تسليم. ليه؟ لان بيترتب عليها مسؤوليات قانونية، زي مثلا ان انت لو بتبني حي سكني، انت كمدير مشروع مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الحي السكني ده من الناحية القانونية. يعني لو حد لقى
مخالفة قانونية جوه، حد اتقتل جوه مثلا، انت المسؤول الاولاني، انت اول واحد هيتسأل عن ايه اللي حصل جوه ده. فلازم الكلام ده يتم بالخطوات القانونية اللي تضمن لك حقك، نمرة واحد. نمرة اتنين، تحميك من اي مشاكل ممكن تتعرض لها لما تسلم المشروع. بعد كده بقى بتيجي المرحلة اللي هي من وجهة نظري اهم مرحلة من مراحل الكلوزنج بتاع المشروع، وهي تشريح الجثة. ايوه انت سمعتها صح، تشريح الجثة. يمكن هتلاقيها في بعض المراجع مكتوب فعلا بوست مورتم، ما بعد الموات. البوست مورتم مقصود بيه ان انت بتحاول تمسك البروجكت بتاعك وتشوف انت اتعلمت ايه. عشان كده هتلاقيها في ريفرنسز كتيره، بس انا بحب استخدم البوست مورتم، يعني هتلاقيها في ريفرنسز كتيره، lessons learned او documentation of lessons learned. lessons learned او البوست مورتم، او لو حبيت بقى تشريح الجثه، الفكره ان احنا عايزين نطلع من المشروع كل الحاجات الايجابيه والسلبيه اللي اتعلمناها، الإيجابية عشان نستخدمها تاني، والسلبية عشان نحاول نتلافاها. هكذا لازم يتم الموضوع ده. لو قعدت أكلمك على الوسائل المختلفة اللي ممكن يتعمل بيها الـ lessons learned أو تجميع الـ lessons learned دي، probably محتاجة كورس لوحدها. فخليني أقولك على أبسط طريقة ممكن تعمل بيها collection أو documentation لل lessons learned بتاعت البروجكت. ببساطة شديدة بتيجي تسأل كل أفراد التيم اللي معاك، وكل مش تيم بس، المفروض الستيك هولدرز كلهم، بتبعت لكل واحد فيهم سؤالين، والسؤال كل سؤال هيجاوب لك عليه بثلاث جمل. إيه هم السؤالين؟ إيه الحاجات اللي اتعملت في المشروع ده وتحب تكررها في المشروع الجاي؟ إيه الحاجات، السؤال التاني بقى، ايه الحاجات اللي اتعملت في المشروع ده وتحب تعملها بشكل مختلف في المشروع الجاي؟ وكل سؤال من دول هيجي عليه ثلاث اجابات. اولا خلي بالك من حكايه ايه الحاجات اللي اتعملت وتحب تعملها بشكل مختلف دي، ما تستخدمش كلمات سلبيه في الكوستشنيرز بتاعتك ابدا. ليه؟ لان الكلمات السلبيه بتعمل ديفنسيفنس، بتخلي اللي بيتكلم واخد موقف دفاعي، وبالتالي ممكن يكون مش عايز يتكلم، ما يقدرش يتكلم بصراحه. وانما ايه الحاجات اللي عايز تعملها بشكل مختلف، يعني اقرب لان هي تكون نيوترال، وبالتالي محدش يقلق من الاجابه عن الحاجات اللي هو ما كانتش عاجباه، وهيكتبها برضو بشكل الى حد ما سياسي. فتلم الكلام ده كله بقى، يرجع لك من كل ستيك هولدرز، كل واحد هيجاوب لك ثلاث جمل في اتنين في سؤالين، يبقى ست جمل، بتاخدهم تعمل عليهم اناليسس. كل جملة كل واحد قال ايه، بتبتدي تجمع الحاجات اللي زي بعضها، وتشوف ايه النقط اللي ناس كتير شافت انها كويسة وعايزة تتعلمها، عايزة تكررها، وايه الحاجات اللي ناس كتير شافت ان هي كانت عايزة تتعمل بشكل مختلف، وكمان الحاجات اللي ما فيش غير واحد ولا اتنين بس اللي كلموا عنها دي ما تهملهاش. ليه؟ الموضوع مش مسألة فوتينج، الموضوع ان في حاجات اوريدي ما حدش احتك بيها غير واحد او اتنين، فهم دول اللي كلامهم ما حدش غيرهم عارفه، عشان كده برضو دول بتهتم بالكلام اللي قالوه، وبتعمل الكلام ده في صورة تقرير، وبتحط بقى عليه رأيك انت شخصيا، والتقرير ده بيخش في الارشيف بتاع المؤسسة بتاعتك او الشركة بتاعتك او الشركة اللي انت بتشتغل فيها، وبيتوزع منه نسخ كمان على الستيك هولدرز عشان كل الناس تستفيد من الدروس بتاعة المشروع. كل اللي اشتغلوا فيه او كل اللي كان لهم علاقة بيه او كل اللي استفادوا او ايفن تضرروا منه، المفروض الى حد ما يستفيدوا من دروس المشروع ده. انا بعتبر ان الكلوزنج بتاع المشروع كده يبقى تم صح، كده يبقى فعلا نقلنا الخبرات للناس اللي جايين بعدينا، سواء احنا هنكون معاهم او ما نكونش معاهم، الخبرة دي اتنقلت، وبالتالي الفايدة توسع وتعم على كل الناس اللي بتشتغل في المشاريع المختلفة اللي ليها علاقة بالمؤسسة بتاعتنا. كده نبقى خلصنا
كلامنا عن مراحل حياة المشروع. لو تفتكروا هم كانوا 5: Initialization, Planning, Execution, Monitoring and Control, Closing. الخمسة دول بيعملوا حياة المشروع. وأرجو أن يكون كان واضح النقط المختلفة اللي كلمنا فيها. هنتكلم إن شاء الله بقى في ابتداء من المحاضرة الجاية عن الknowledge areas بتاعة البروجكت مانجمنت، وهم كتير، عشان كده هم تقريبا بيمثلوا نص الكورس بتاعنا ده على بعض. فأرجو بقى إن انتوا يبقى لسه فيكم الحماس، وتكون ضاع منك الحماس، وتكملوا معانا بإذن الله المحاضرات الجاية. أشوفكم على خير إن شاء الله.